الو، اتفضل. يا السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ وليد؟ والله بخير حال. حضرتك سني ولا شيعي؟ لا انا شيعي صديقك كان الشيخ وليد. طب اتفضل، عندنا جواب يا صديقي. بماذا استفادت الامه من عصمه الاثنى عشر؟ نعم اعطيني دقيقه واحده فقط بدون مقاطعه. ما فيش مشكله، اتفضل. نعم طبعا بالحقيقه اساس سؤالك خطأ. ليش؟ لانه اولا هي الامه لم تسلم الائمه الاثنى عشر المعصومين زمام الامور حتى تستفاد. يعني مثلا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عندما امر الامه بالتمسك باهل البيت المعصومين والامه تخلت عنهم، يعني هنا ما تقدر انت تشكل على الائمه المعصومين وتقول شنو اللي استفاد انا من عندهم. لا، انت شوف الامه سلمت زمام الامور لائمه المعصومين وما استفادت من عندهم. هذا هو السؤال. صح، سؤالك صح. انت لما ممكن تقول اجاوبك ماذا بقى؟ استفادت ممكن الامه، اجاوبك؟ ممكن هذا اجاوبك؟ سؤالك غلط. ممكن اجاوب. نعم اتفضل. يعني هو الامام تفضل. عندما يبتعث من الله لا بد للامه ان تذعن له، والا ان لم تذعن لهذا الامام لا تاخذ ولا تنهل من علمه ولا تستفاد منه بشيء. ده اللي انا فهمته منك، صح؟ لا شيخ وليد، مو صح. الله سبحانه وتعالى يعني يبعث الانبياء وينصب الائمه. نعم. الناس اذا اتبعت هؤلاء الائمه تفلح. اذا الناس لم تتبع هؤلاء الائمه يعني ضيعوا حقهم. طيب. فالذنب للناس. انا كده يعني كده وصلت لي، يعني كده هي كانت واصله لي 1000%، فكده الحمد لله وصلت لي 100%، الحمد لله. انا اجاوبك بقى. نعم. طيب انتوا اتبعتم الامام، يعني اتبعتم الاثنى عشر؟ نعم اتبعناهم. طب الحمد لله رب العالمين، وصلت كده، مش هتكلم في اللي فات، خلاص سيبك، احنا ناس وحشين وما اتبعناش الامام، فاحنا كده من ضمن الهالكين عندكم ومش هنستفاد منهم بحاجه. انتوا بقى بماذا استفدتم؟ الله يغفر لكم ان شاء الله. بماذا استفدتم من عصمه الاثنى عشر؟ على فكره السؤال ده موجه ليكم مش لينا. نعم، نحن استفدنا من الائمه الاثنى عشر عندما تمسكنا، اخذنا احكام الدين وتفسير القران بعد رسول الله، وجميع احكام الدين والدنيا اخذناها من الائمه الاثنى عشر. ايوه. اما غيرنا لا. طيب يعني جميل. يعني انتوا بقى كشيعه، معلش واحد غير آخر. بما انكم استفدتم من عصمه المعصوم، انتم كشيعه تمام؟ نعم. اذا نعم. اختلفتم في نعم. الحديث نعم. ماذا تفعلون؟ نعم. تقصد نختلف بالحديث بعد وفاه رسول الله ام الان؟ الان كشيعه لو اختلفتم في الحديث الآن. ماذا تفعلون؟ شوف حبيبي شيخ وليد، الان انت انتقلت من بعد وفاة رسول الله الى هذا الوقت، الامام المهدي. باشا الامام المهدي، باشا احنا عندنا باشا تراث، احنا الوقت اللي احنا بنتكلم فيه، الوقت اللي احنا بنتكلم فيه 1280 سنه. عارف يعني ايه 1280 نعم. سنه؟ متخيل المده؟ فانتم الان استفدتم خلاص من المعصوم والحمد لله رب العالمين. الان اذا اختلفتم في الحديث ماذا تفعلون؟ الان في هذا الوقت يعني حتى رجوعنا الى الفقهاء والى العلماء هو بامر المعصوم، حتى رجوعنا للفقهاء وللعلماء بامر المعصوم، بامر الامام المهدي. يا باشا اثنين فقهاء دلوقتي اختلفوا مع بعض، اثنين فقهاء، معلش، اثنين فقهاء اختلفوا مع بعض على حديث المعصوم. فقيه نعم. يقول ان الحديث ده ضعيف والتاني يقول لك لا ده صحيح، هتعملوا ايه؟ الاثنين الفقهاء هيعملوا ايه؟ عندنا قواعد، اسمح لي، عندنا نقاط لتنقية الحديث، منها أولا ثقة التراوي ووجود شواهد وقرائن لهذا الحديث والتواتر وعرضه على القرآن. يعني هذه القواعد عندما تطبق على الحديث أنت راح تطمئن بها أن هذا الحديث صادر من الإمام المعصوم. جميل. يعني القواعد ديت هي قواعد علم الرجال مثلا احنا نقوله تمام، وناخد نعم الحديث نعم ده، معلش نعم، وناخد الحديث ده نعرضه على القرآن تمام صح؟ نعم. جميل. نعم. اللي نعم هياخد نعم بقى الحديث، معلش معلش واحدة 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 واحدة، اللي هياخد الحديث ويعرضه على علم الرجال، واللي هياخد الحديث
ويعرضه على القرآن الكريم، ده معصوم؟ لا، احنا ما قلنا معصومين هؤلاء العلماء والفقهاء. جميل قوي، الحمد لله رب العالمين. طيب هو الآن هيعرض الحديث ده على كلام المعصوم، ولا هياخد كلام المعصوم يعرضه على القرآن الكريم؟ يلزم كلام المعصوم اولا يشوف الى قراءة وشواهد ام لا. طب ما الشواهد دي برضو محتاجة يعني. بص يا باشا، ما هي الشواهد دي عبارة عن روايات، صح؟ الشواهد عبارة عن روايات، فايضا الشواهد محتاجة انها تتراجع. يعني الشواهد اصلا محتاجة انها تصحح ابتداء. نعم. طيب يعني اصلا يعني سيبنا من الاحاديث وهنروح للشواهد، الشواهد اصلا محتاجة انها تنقح، محتاجة انها تخرج، فهتخرج على ايه الشواهد؟ هتخرج على علم الرجال. طب علم الرجال مين اللي حطه؟ مش معصوم. طب مين اللي هياخد الشواهد ديت ويعرضها على القرآن؟ مش معصوم. يبقى رجعت ريما لعادتها القديمة تاني وما استفدنا بحاجة. شوف حبيبي شيخ وليد، احنا قلت لك بغيبة الامام المعصوم بهذه القواعد هي مبرأة للذمة، لكن انت تعال تحدث لي بعد رسول الله، بعد رسول الله انتم عندكم الدين فوضى يا باشا. واحدة واحدة، ما تقوليش فوضى بس، ما تقوليش فوضى. العلم اللي احنا اخذنا بيه، اسمعني بس، العلم اللي حضرتك احنا اخذنا بيه الان وبناخد بيه من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتم اجبرتم عليه، معلش مع احترامي، رغم انوفكم ان انتم تاخدوا بيه. ليه؟ لان لم يكفيكم المعصوم. نعم، بغيبة الامام المعصوم نعم اخذنا بيه، لكن بعد وفاة غصب عنك مش برضاك، كان الامام معصوم غصب عنك مش برضاك. اوعى تفكر اني برضاك، ده غصب عنك، غصب عنك اخدت بيه مش برضاك. نعم غصبا عني. انت تحدث لي بعد وفاة رسول الله، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم برضو غصب عنك اخذت من حديث اهل السنة الجماعة. ايه رأيك بقى؟ لا، الدليل، الدليل ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه لم يعترض على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في عظام المسائل. يبقى برضه غصب عنك اخذت بعد النبي يعني صلى الله عليه وسلم. لا يا حبيبي انت متوهم، خلي اعطيك الغلط. معلش يعني واحده واحده، هم الصحابه دول اللي اخذوا، مع انك انت اخذتني في زاويه ثانيه، لكن ماشي. الصحابه دول اللي استلموا الخلافه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ايه اللي بدلوه في القران وايه اللي بدلوه في السنه؟ معلش يعني ايه اللي بدلوه في القران وايه اللي بدلوه في السنه؟ اخي بس جاوبني، ذول الصحابه معصومين لو مو معصومين؟ يا عم ما فيش حد معصوم بعد النبي، لا صحابه ولا ال البيت. اذا ممكن، اسمح لي، ممكن ان يخطئ هذا المو معصوم؟ اكيد طبعا ممكن ان هو يخطئ. خلاص اذا انتوا عندكم الدين فوضى، يعني ياخذ ازاي فوضى يعني؟ معلش، واحد واحد. جميل، خلينا ماشيين مع القاعده بتاعتك. احنا الدين بتاعنا فوضى لاننا لا ناخذ من المعصوم، صح؟ نعم صح، والدليل جميل. بس خلوا واقف بقى هنا، واقف هنا. يبقى انتم اسمعني بس، اسمعني. احنا الدين بتاعنا فوضى لاننا لا ناخذ من المعصوم، لكن الحمد لله رب العالمين نظمنا حالنا وجبنا القران وطلعنا منه كل الامور الفقهيه والمسائل، وجبنا السنه وعملنا علم اسمه علم رجال بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم الى الان، تمام؟ واخذنا اسمعني. واحده، ممكن ما تطعنيش يعني؟ ممكن تاخدني في صدرك كده شويه؟ تفضل حبيبي، تفضل. تمام. طيب احنا عندنا منذ يعني الهجره الى الان، يعني مثلا عندنا 1400 وكم سنه يا وليد؟ 1400 مثلا ايه، و25 سنة ممكن منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي. فنشيل منهم، نطرح منهم 1200 1300 سنة، يبقى هتفضل لنا حوالي 100 وايه؟ 100 ومثلا 125 سنة، 130 سنة مثلا، على افتراض 130 سنة. يبقى احنا أهل السنة الجماعة فضلنا فوضويين 130 سنة.
لكن انتم فضلتم فوضويين 1300 سنة. قول لي ليه يا وليد؟ بنفس القاعدة اللي انت قلتها، عشان في النهاية بتاخد دينك من غير المعصوم. 1300 سنة بتاخد دينك من غير المعصوم، فانتوا فوضويين 1300 سنة، ولسه بقى عبارة ما يظهر المهدي هتفضلوا فوضويين. شفت دينك وقعك فين؟ نعم الآن أتكلم؟ اتفضل. أتكلم الآن؟ اتفضل. نعم اسمعنا اسمعنا حبيبي شيخ وليد، أنت تقول بعد رسول الله أخذنا بحكم لا يا باشا لا 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 لا، كلمنا على الفوضوية. كلم أنت قلت حطيت قاعدة ما تهربش منها، أنت حضرتك حطيت قاعدة وقلت أنتم فوضويين، فأنا سألتك فوضويين ليه؟ لأن أنت قلت لي لأنكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذتوش من المعصوم، ما أخذتوش من المعصوم، صح ولا مش صح؟ نعم اسمح لي. نعم اسمعني بس. نعم لا 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 ما نرجعش في كلامنا تاني بقى، هنرجع في كلامنا هنقفل السكة، ما نرجعش في كلامنا. أنت قلت له أنتم فوضويين عشان أخذتوا من بعد النبي صلى الله عليه وسلم من غير المعصوم، إذن هي قاعدة كل من لم يأخذ من المعصوم فهو فوضوي، فهو إيه؟ فوضوي. نعم أنتم الآن بقالكم 1300 سنة بتاخدوا من غير المعصوم، إذن أنتم فوضويين وهتفضلوا فوضويين لحد المهدي ما يظهر. حليني بقى لما يظهر وشكرا ليك. الراجل طلع فوضوي في الآخر. مش بقول لكم كل واحد بجواب وكل واحد بسؤال، أي حاجة أي حاجة، أي محشي في أي حلقة خلاص. أستاذ إيليا تفضل. يا أخي أنت المشكلة تخافوا من الشيعة، تخاف تحاور الشيعة وفاتح لك بث، إذا تخاف أقفل البث يا حبيبي وسولف وحدك. يعني احنا نتحاور وياك ونناقشك وتطبق التليفون تقفل الخط، اذا تخاف اقفل البث ولا تنشر بعد. ايه بتقول ايه؟ عيد تاني عشان ما سمعتش. اسمع انا اقول لك اذا تخاف من محاوري الشيعة اقفل قناتك، واما تتحاور خلي الناس. يعني افهم من كده ان حضرتك، افهم من كده ان حضرتك محاور شيعي؟ نعم انا قبل قليل كنت اتحاور وياك وقفلت التليفون بوجهي تخاف لانه صح. طب حضرتك عندنا سؤال، بماذا استفادت الامه من عصمه الاثنى عشر؟ اتفضل كده اعمل محاوله تانية يمكن تنجح. الان محاوله تنجح، الان اعطي كلمه امام الناس واقسم بالله انه ما تقطع الخط وانا راح يا باشا أنا بص انا بقطع الخط على اللي ما بيسمعش وعلى اللي ما بيفهمش، فانت واحد من الاثنين. لا لا يا ما بيسمعش يا ما بيفهمش. اتفضل حضرتك عندنا السؤال، بماذا استفادت الأمة من عصمة الاثنى عشر؟ اتفضل. نعم أنا قبل قليل اتصلت بيك وقلت لك بأنه لأمة الاثنى عشر ما مذنبين أنه الناس ما استفادت من عندهم، لأن الناس لم تطيعهم ولم تبايعهم ولم يعني تسلمهم زمام الأمور، وكان جوابه لك يعني مبسط جدا والعاقل والمعاقل. هو أنت بتاع معلش يعني هو أنت اللي جيت من شوية وقلت لي طالما اننا لا نتبع المعصوم يبقى احنا في ضلال، صح؟ لا مش انا، مش انت، انا سالتك قلت لك من بعد رسول الله، اسمح لي، انا قلت لك من بعد رسول الله اذا جاءت مساله جديده اجى الخليفه لم يجد لها لا في السنه ولا في القران ماذا يفعل؟ قلت لي يستنبط، قلت لك هذا الاستنباط ممكن ان يكون خطا، قلت نعم ممكن ان يكون خطا، انا جاوبتك قلت لك الله سبحانه وتعالى يقول ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، دين الله لا يؤخذ بالظنون ولا يؤخذ بالشكوك، اذا انتم عندكم الدين فوضى حقيقه فوضى، يعني الخليفه تصحح له النساء وتصحح له الصبيان، نحن واحدة نوجب واحدة وجود واحدة. ابلع ريقك شويه، 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 نوجب امام وجود يا باشا، ابلع ريقك شويه، ابلع ريقك شويه، ما هو مش هيسمعني ابدا، عاد خليني اقفل عليك، مش عايز اقفل عليك تاني، ابلع شويه. تفضل تفضل. يعني انت عايز تقول لي ان كل الفقهاء الان في زماننا دلوقتي بعد زمن الغيبه، ان كل الفقهاء الان لم يخطئوا في اي فتوى؟ اسمع جوابي، أنا الآن ما أتكلم لك عن الفقهاء، أنا أتكلم لك عن الإمام الأعظم، عن خليفة رسول الله. يا باشا عن يا باشا معلش، سيب الإمام الأعظم الله. سيب الناس الخطاء بتاعتنا دلوقتي، الناس الخطاء دول سيبك منهم، مش أنت مش هتحاسب عليهم. مو أنت أنا بكلمك دلوقتي، بكلمك دلوقتي من 1280 سنة أو من 1300 سنة،
هل كل العلماء عندك عندما يتكلمون في المسائل الفقهية لا يخطئون؟ اسمع جوابي بدون مقاطعة. بالنسبة للعلماء وللفقهاء هم يدخلون تحت الهادي المطلق، واضح؟ ايه يا حبيبي؟ عن مطلق الهدات، العفو، عن مطلق الهدات. العلماء والفقهاء يدخلون تحت مسمى مطلق الهاد. معلش، عشان انا بفهم، عشان انا بفهم عربي شويه، عشان انا بفهم عربي شويه. بيخطئوا ام لا يخطئوا؟ يخطئوا لا يخطئوا بس. نعم، ممكن ان يصدر من عندهم خطا الفقهاء. طيب لما الفقهاء، معلش، واحده واحده ابلع ريقك يا حبيبي، ابلع كده. طيب اذا كانوا من الممكن ان يخطئوا، وده حادث انهم يخطئوا، والا تكون الكتب عندك كلها صحيحه، فالفقهاء بيخطئوا، النقله بيخطئوا. عندما يخطئوا الى من يرجعون؟ اسمع الجواب. الفقهاء عندما يخطئوا، الله سبحانه وتعالى اولا لم يامرنا بالطاعه المطلقه للفقهاء لأنهم معرضين للخطأ. أما الإمام الذي يخلف رسول الله فمستحيل أن يخطئ، مستحيل. يا باشا، أن يزل. باشا، أنا أتكلم باشا، معاك باشا، عن الإمام باشا، ولا باشا، أتكلم باشا، معاك عن باشا، العلماء باشا، العلماء باشا، 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 كلمنا عن باشا، العلماء. باشا، باشا، إحنا ما أوجبنا العصمة للخليفة. بس يا باشا، إحنا ما أوجبنا العصمة للخليفة عشان ما تحاسبنا على مسألة العصمة. سألتك سؤال بديهي جدا. إذا دينكم الآن اسمعني بس، اسمعني الآن إذا أخطأ الفقيه المجتهد المرجع إلى من يرجع للتصويب؟ إلى من يرجع؟ يعني من يصوبه؟ اسمع، أولا الفقيه أو العلماء عندما يفتون لا يفتون بآرائهم، يرجعون إلى تراث أئمة معصومين من رسول الله إلى 11 إمام معصوم. هاي واحد، واضح؟ ولم يأمرنا الله سبحانه وتعالى بطاعة العلماء الطاعة المطلقة. باشا، دي مش إجابة سؤالي يا باشا، مش إجابة سؤالي. أنا بقول لك إذا أخطأ المعصوم إذا أخطأ المرجع من يصوب للمرجع؟ إذا أخطأ الفقيه من يصوب الفقيه؟ من الذي يصوبه الآن؟ أخي، أنا قبل قليل قلت لك إحنا عندنا قواعد ثابتة أو قواعد يعني لتنقية الأحاديث وتنقية أحاديث أهل البيت عليهم السلام. على هاي القواعد نبني يعني في الآخر بيرجع لقواعد. اسمعني بس، اسمعني يعني في الآخر، بيرجع لقواعد. اسمح لي يا أخي. باشا، معلش، في الآخر بيرجع للقواعد، صح؟ اسمح لي، خلي أتكلم يا أخي. يا باشا، ما خلاص، في الآخر بيرجع للقواعد. مو آخر، خلاص خلي اتكلم يا باشا. طب خلاص اتكلم، قول لي ايه هي القواعد التي يرجع اليها الفقيه. ماشي، اتفضل. ماشي، اتفضل اخي، خلنا نتكلم، خلنا نتكلم. انت الان حولت الموضوع من الائمه الاثنى عشر اللي هو موضوعك، وصلتنا للعلماء، وهذا هروب واضح امام الناس. انت سؤالك ولا ما تقوليش هو بلا، ولا ما تقوليش هو بلا. هو مين اللي اتكلم في الخليفه؟ قال ولا مين اللي اتكلم في الخليفه؟ قال مين اللي حط مثال الخليفه؟ انا ولا انت؟ مين اللي حط مثال الخليفه؟ نعم، ولا انتم مبرمجين بس على عمر؟ يعني انتم مبرمجين على عمر؟ دلوقتي اعيد عليك السؤال تاني واخر مره، اخر مره هديك فرصه، شوف، اخر مره هديك فرصه. اذا اخطا الفقيه او المرجع الى من يرجع؟ اجابه، تفضل. نعم يا اخوان، اسمعوا، وليد اسماعيل يهرب من الخلفاء الى العلماء لانه يعرف ان خلفائهم ليس لهم دين وهم جهله في الدين ودينهم فوضى. اتحداك تناقشني بخلفائك الذين يجهلون. دلوقتي معلش، واحده واحده. انا مش هسيب لك الكلمتين دول عشان تهرب بيهم، مش هسيبهم لك حتى لو شتمت، مش هسيبك برضه. الان من هو خليفه؟ من هو الخليفه؟ اسمعني بس، اسمعني. الان في الزمن اللي احنا فيه، في الدقيقه اللي احنا قاعدين فيها دلوقتي، في الثانيه اللي احنا قاعدين فيها دلوقتي، من هو خليفه الارض؟
الخليفة خليفة الأرض، نحن نعتقد بوجود إمام معصوم منصب من الله سبحانه وتعالى وهو الإمام محمد ابن الحسن العسكري. جميل أوي جميل. هل الخليفة، معلش بس اسمع الجواب، اسمعني بس اسمعني خلاص، عرفنا أنه هو المهدي عندك، عرفنا أنه هو المهدي، اسمعني بس اسمعني اسمعني يا مش هيسمع مش هيسمع. دلوقتي الخليفة هو المهدي عندك صح؟ الخليفة دلوقتي في الساعة اللي احنا قاعدين فيها دي هو المهدي عندك صح؟ نعم موجود حي. جميل أوي. هل اسمعني بس اسمعني واحدة 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 واحدة. هل الآن اسمعني بس، هل الآن هل الآن هناك نواب للخليفة؟ هل هناك نواب للخليفة الآن؟ لا يوجد نواب، هو الإمام نفسه الذي أمرنا الله بطاعة هذه الإمام، هو نفسه أمرنا برجوع في وقت الغيبة إلى الفقهاء والعلماء رواة الحديث. ما هو يا ابني النائب يا ابني، أنت عارف يعني نائب؟ معلش واحدة 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 واحدة. يعني دلوقتي خليفة الله في أرضه، الخليفة تركنا، النواب ده لإيه؟ يعني معناه قائم مقامه، معناه إيه؟ الخليفة ده نعم. الخليفة اللي نعم. هو قائم مقامه نعم. النائب قائم مقام نعم. صح. اهدى بس، أنا عايزك بس نعم. أنا عايزك نعم. تاخد نفسك كده وتهدى والله. من خلفائك ماشي داخل. اسمعني بس اسمعني اسمعني. القائم مقام، القائم مقام ده يسمى خليفة، القائم مقام يسمى خليفة. فلما المهدي عندك، فلما المهدي عندك يسيب لنا سفراء أو يسيب لنا الرواة، فدول اسمهم إيه؟ اسمهم نواب. اسمهم إيه؟ نواب. اسمه ايه بس؟ يلا يلا امشي يا اهبل، يلا امشي يلا. انت تستحي من تاريخ خلفائك. امشي يلا امشي اهبل، جبتها من لسانك. لما الخليفه المعصوم ترك غير المعصوم لينا، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما ترك غير المعصوم عليه لينا بتتهموه الخليفه، والخليفه ما بيعرفش، والخليفه مش عارف ايه، والخليفه ايه. طب ما انت عندك النواب يا اهبل مش معصومين ولازم يخطئوا لانهم مش معصومين، ومش 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 حط مش شوال مش ده. انتوا بتفهموا ده، انتوا فهمكم سقيم سبحان الله. ويجي يقول لك كلمني في الخليفه، طب انا دي كلمتك في خليفه المهدي، اوعى اشوف وشك هنا تاني. وقعته الاهبل يعني في الاخر، وقع عامل زي الشوال والله العظيم، وقع زي الشوال في الاخر.